قال إن الأزمة ممكن يحدث فيها انفراج لو الأهلي تقدم بتظلم حول قرار اتحاد القرى. هو الطبيعي ان الاهلي هيتقدم بتظلم لان ده شيء قانوني، لكن هي الفكره احنا عايزين بس نوصل الرساله، هي مش فكره لعيب او مش فكره احمد الشيخ، لان في ناس تقعد تقول لك احمد الشيخ يعني هيبقى مؤثر مع النادي الاهلي ده لسه ما لعبش، الفكره مش في كده، الفكره ان النادي الاهلي حاسس انه بيتعرض لظلم من فتره ليست بالقليله. النادي الاهلي شايف ان في استهانه من اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره باسم وكيان وجماهيريه وعراقه وقوه النادي الاهلي. ده ظاهر جدا ووضح بقى جدا 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 في القضيه الاخيره بتاعت احمد الشيخ، لان في بنود رئيسيه وبنود اصليه، يعني مش عايز اطول على حضرتك بس منها في بند رقم 11 اتعمل السنه دي لما كابتن احمد مجاهد كان هو اللي ماسك رئيس او لجنه شؤون اللاعبين. البند ده بيقول ان اللاعب اللي يمضي الناديين لو هو حر، لو هو في صفقه انتقال حر يتوقف ويتغرم ماليا، لكن لو هو على قوه نادي تاني بيتم توقيع غرامه فقط، لان كل نادي في مصر يمتلك من العقود للعيبه كتير جدا ومنها النادي الاهلي، يعني احنا عندنا امضت 3 4 لعيبه من الزمالك، ومع ذلك احتراما وتقديرا للعيبه دي ما رضيناش برضه نعمل بالمثل. فبالتالي جه الكابتن احمد مجاهد قال اللعيب اللي هيمضي لناديين وهو حر ده يتوقف ويتغرم ماليا. كابتن احمد مجاهد مشي بقى لسبب او لاخر. طب يا كابتن وليد، يعني الدكتور يعني عزم مجاهد بيقول ان يعني القرار بتاع اتحاد الكره يعني جه بناء على لوائح بتنظم هذه المساله. ابدا لا 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 خالص خالص، ده في يعني ضرب باللوائح قد الحائط، عشان كده النادي الاهلي هيصعب الموضوع ويروح للمحكمه الرياضيه ويروح للاتحاد الدولي، لان الامر واضح جدا. انا مش عايز بس اطول على حضرتك، لكن هو الامور واضحه جدا. النادي الزمالك عمل امضاء وتوقيع مع احمد الشيخ لما كانت العقود قديمه. احنا نفسنا كنادي الاهلي لما رحنا نوثق عقد وليد سليمان في اتحاد الكوره اتحاد الكره رفض وقال لنا معلش. طب كابتن وليد، يعني الاهلي يعني طبعا بعرقته، وطبعا هو احد قطبي الكره المصريه، يعني ظلم لمين؟ الاهلي تعرض لظلم لصالح مين؟ طيب لمصلحه مين الظلم تعرض للاهلي؟ لا هو واضح ان اتحاد الكره ممكن يكون في حاجات بيحاول يظهر فيها ان هو قوي جدا، وفي حاجات مطنش جدا 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 ونايم جدا جدا وما بيحط، يعني منها مثلا على سبيل المثال عشان برضه ما اطولش على حضرتك. لا اتفضل براحتك. فكرة ان انا اتحدى حضرتك انك تلاقي اي مسؤول من النادي الاهلي بيطلع بيجيب سيره اي نادي تاني، ايا كان صفقاته، تعامله الداخلي، تعامله الخارجي، لكن النادي الاهلي. طب دكتور وليد، يا كابتن وليد، كابتن وليد، يعني طب هناك اتصالات من وزير الشباب والرياضه مع مسؤولي النادي الاهلي، هل نتج شيء عن هذه الاتصالات؟ هل تعتقد ان شاء الله المهندس خالد عبد العزيز سيتمكن من انهاء هذه الازمه؟ يعني مع كامل الاحترام للمهندس خالد عبد العزيز، وجهه نظر الشخصيه لازم يكون اكثر من ذلك قوه. المهندس خالد عبد العزيز راجل محترم جدا ومهذب جدا، ولكن في امور متسابه من فتره طويله جدا لازم تدخله هو شخصيا بشكل اقوى من كده بكتير. ما ينفعش ان احنا يبقى في ازمه الملعب لنادي الاهلي والزمالك نروح لرئيس الوزراء. ولكن في نهايه المطاف يا كابتن، يعني كل مشكله لها حل، يعني اعتقد لا طبعا طبعا انا من وجهه نظري الحل بسيط وسهل جدا، ان بعد لما تحل ازمه احمد الشيخ البسيطه جدا والواضحه جدا، انا يبقى في قرار من وزير الشباب والرياضه ممنوع على اي مسؤول في اي نادي انه يتكلم على اي حاجه تخص النادي الاخر. وضحت كثيرا من الاحتقان. وضحت الصوره الكابتن وليد صلاح الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. الى موضوع اخر، حيث يواصل برنامج الحياه الان